إلى إسبانيا وصحيفة ماركا المدريدية والتي هللت لاقتراب ريال مدريد من حسم اللقب وعنونت صفحتها الليغا على بعد نقطة واحدة. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يحتاج إلى الخروج بأي نتيجة سوى الخسارة من ملعب ملقا للفوز بلقب الليغا. وأشارت الصحيفة إلى أن المستضيف صعب الأمور على الريال باعتماده الضغط على حامل الكرة في جميع جنبات الملعب. وقالت أن كريستيانو رونالدو زار الشباك مرتين ليرفع رصيده الشخصي إلى 14 هدفاً في آخر 10 مباريات ليمهد الطريق للفوز العريض على الخصم العنيد. صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية تطرقت إلى ما فعله يوفنتوس في النهائي وعنونت صفحتها يوفنتوس بدأ سلسلة تتويجاته بتحقيق كأس إيطاليا للموسم الثالث على التوالي. كتبت الصحيفة أن فريق السيدة العجوز خطى خطوة مهمة نحو دخول التاريخ بعد التتويج بلقب كأس إيطاليا للموسم الثالث على التوالي وللمرة 12 في تاريخه. ولما تغفل الصحيفة مساهمة كل من داني ألفيس وبونوتشي في حسم النهائي منذ دقائق 25 الأولى. أما صحيفة The Sun فاهتمت بواقعة بطلها اللاعب زابالتا، فبعد 9 سنوات في مانشستر سيتي زابالتا ما زال يكشف عن بطاقة النادي لرجال الأمن قبل دخول ملعب الاتحاد. الصحيفة الإنجليزية أضافت أن الأرجنتيني بابلو زابالتا بعد لقائه الأخير بقميص المان سيتي والذي فاز فيه على ويست بروميتش ب3-1 حل بعد يوم واحد بملعب الاتحاد وعند البوابة أظهر تصريح الدخول لرجل الأمن رغم أنه أمضى 9 سنوات مع الفريق الذي التحق به عام 2008. تضيف الصحيفة.